بالكلينيك اليوم كمان موضوعنا عن الأطفال الخدج، الأطفال اللي بيخلقوا قبل وقتهم، ومعنا دكتور لما شرف الدين اللي رح بتفسر لنا أكثر عن الموضوع. صباح الخير دكتور. صباح الخير. حضرتك أخصائية طب أطفال وحديثي الولادة والخدج، أي الأطفال اللي بيخلقوا قبل من ما لازم، قبل بيقدي؟ صحيح، الولاد اللي بيخلقوا قبل وقتهم يعني عم نحكي قبل الأربعين، قبل 38 أسبوع. نعم. يعني الحمل الكامل هو 40 أسبوع، لحد 37 38 بنعتبره حمل كامل. الأولاد اللي خدش في عندك اللي بيخلقوا قبل 28 أسبوع، قبل 32 أسبوع، منقسمن بأقسام يعني. وطبعا كل ما كان خلق الولد بكير أكثر، كل ما كان صار عنده حالته أصعب أكتر. أكيد. صح. أي متى الـ يعني أبكر شيء ممكن يخلق ويعيش؟ أوكي، عندنا بلبنان أبكر شيء عم يخلق وبيعيش بال 24 أسبوع. يعني أي شهر بيكون تقريبا؟ يعني بس آخر السادس تقريبا. بلاد برا إذا بدك باليابان مثلا 22 أسبوع بيعيشوا. ليه؟ عندنا مش واردة، الاهتمام مختلف كليا يعني، وهنا كتير كتير أجرسف أكتر بالعلاج. كيف يعني؟ يعني التجهيزات أكبر، تجهيزات أكتر، الأكيب اللي عندهم، الفريق العمل اللي عندهم يعني أقوى، عنده خبرة أكتر، بيدلهم حد الولد. نعم. الأبروتش طبعا كلها غير. نعم. هلا نحن عندنا بالأيوبي 24 أسبوع عندنا في، وهي شغلة في أمل يعني. هي شغلة منا قليلة أبداً، إنه ب 24 أسبوع يقدروا يعيشوا ولد ويكملوا له نضوجه برات بطن أمه. ما هي؟ صحيح صحيح. اللي بيخلقوا بال 24 أسبوع صراحة عندهم كتير كتير مشاكل. يعني إذا بدك بين ال 24 و 28 أسبوع هني أكتر شيء بيصير عندهم مشاكل. ليه بيخلق الولد قبل بوقته دكتور؟ في عدة أسباب. اوكي، في ممكن يكون مشاكل حامل الام بعده اولاد، هذا بسبب ولاده مبكره، او اذا الام عندها توائم. مشاكل توائم. صح. او اذا الام عندها مشاكل ضغط، مشاكل سكري، مشاكل. طبعا كثير مهم ان الام تهتم بحالها قبل الحمل، لحتى واذا عندها اي مشكله تهتم فيها قبل الحمل وخلال الحمل حتى ما يصير في عنا ولد. يعني لما تهمل حالة أبدا أحسن ما يصير فيها الحالة، لأنه بتصير من وراء مشاكل. أكيد أكيد. وتهتم بحالة قبل ما تفكر تحبل. يعني أوقات بعد الحمل يمكن صار الوقت مأخر. نعم، بعد الحمل ممكن يكون الوقت مأخر. تهتم بحالة من أي ناحية؟ يعني إذا هي عندها مرض تأخذ دواء، إذا عندها سكري مثلا ترقلج السكر تبعها، إذا عندها ضغط تأخذ دواء ضغط. نعم. هل ممكن أدوية معينة تخلي السيدة أنه تولد قبل الترم المفروض؟ أي يمكن أدوية أعصاب، أي يمكن الكحول، نحن بنحكي ببعض الأوقات عن هالموضوع، أو مخدرات أو طبعا المخدرات أكيد أكيد بتأدي إلى ولادة مبكرة طبعاً. نعم نعم. الحمد لله نحن ما عندنا كثير هذه المشاكل ببلادنا، بس برات هذه مشكله كثير كبيره. كحول، دخان، ادويه لل كحول، مخدرات قليله، و كوكايين، هيروين، كلها خطريه. نعم. لما بيخلق هالولد قبل بوقته، يعني طبعا مثل ما تفضلتي وقلتي انه حسب اي متى باي اسبوع ولد. صح. حسب قد ايه المشاكل بتكون اكثر او اخف. انما صح. المشاكل العامه لولد خديج اي خلقان قبل بوقته شو هي؟ شو ممكن تكون؟ اوكي، المشاكل كلها مثل بعضها، بس تختلف قديش قديش السيفيريتي تبعها، يعني قديش حدتها بالضبط. طبعا كل ما خلق لنا، كل ما خلق بكير، كل ما حدت المشكله بتكون اقوى. في عندنا مشاكل بدك تحسب، هذا الولد خلقان قبل وقته، كان مفروض يكون ببطن امه بالرحم، عم يتنفس، ما عم يتنفس، خلاص عم يعمل كل هذا الشغل، وفجاه عم يجي الاكسجين، عم يجي الاكسجين، عم يجي كل شيء، هو بس عم على يكبر على طبق من فضه. بالضبط، هو بس قاعد عم يسبح وعم يكبر، وفجاه بيخلق بكير، بيظهر برات برات، بنحطه بكوفوز محاوط بهواء مش بمي. نعم. ومطلوب منه يتنفس ويتقبل الاكل ويعمل كل الوظائف اللي هو ما بيعرف يعمله. ما بيعرف يعمله بالضبط. سو ممكن يكون في مشاكل تنفس، هي اكثر شيء بنلاقيها يعني. بالرواية انا بنسمع انه خلق ورويه مش مكتملين. بالضبط، رويه. نعم. مش مكتملين، بيحتاج مساعده بمكنه التنفس. طبعا المساعده
تختلف من مساعدة بسيطة لمساعدة كتير بالمكان التنفس. الشرايين مش كاملين، أوقات بيصير عندهم نزيف بالدماغ، وكمان هيدي مشكلة كتير كبيرة عند الولاد اللي بيخلقوا قبل 32 أسبوع. تقدروا تحصروه؟ بنقدر نحصره، كل شيء بنعمله حتى ما يصير. يعني العلاج بيصير، بس يصير هذا بس يصير النزيف بروح لحاله، بس هو ممكن يكون هو خطير. التفادي النزيف هو اللي بنعمله. في مشاكل بالهضم بالاكل، سو اذا اكلوا كثير، اذا اكلوا شيء مش حليب امهم، مشان هيك بنشجع كثير الامهات يعطونا حليبهم هن، لانه هذا افضل شيء للولد اللي بيخلق بكير وبيهضموا مزبوط. سو اوقات بيصير عندهم مشاكل بالهضم، بصير عندنا مضاعفات تتراكم مضاعفات. في عندك مشاكل بعدين بالبصر بالسمع، تعرض البريماتشور اللي بيخلق بكير، تعرضه لكتير أكسجين ممكن يؤدي إلى مرض بالشبكية، أوقات بيؤدي للعمى. يعني والضوء، هل الضوء له علاقة كمان؟ لا الضوء أقل، الضوء أقل له علاقة، بس لأن يمكن بيكون مدروس بالغرفة اللي هو موجود. صحيح فيها. مدروس، ونحن منجرب قد ما فينا نغطي الكوفز، بس يكون قاعد بالبيبي منعتم عليه جوا وقت اللي بنكون تركينه راي. سو في كتير مشاكل بيمرق فيها الولد الخديج، وبيحتاج لعناية مركزة، وبيحتاج لعناية من فريق طبي مش شخص واحد. رح نحكي عن العلاجات مطولا، ولكن بدي ذكر المشاهدين انه بيقدروا يتصلوا ويطرحوا اي سؤال على دكتور شرف الدين عن الاطفال اللي خدج اي بيخلقوا قبل وقتهم. دكتور، علاجات، شو هو العلاج؟ هل العلاج هو فقط دواء؟ طبعا لا. العلاج عم نحكي نحن عناية مركزة. العلاج أول شيء ينحط بكوفوز بحاضنة، طبعا إذا كان كتير بكير قبل 28 أسبوع بينحطوا بحاضنة معينة في بقلبها هيوميديتي، في بقلبها رطوبة. نسبة الرطوبة بتطلع أوقات 80%. في عنا مكانات التنفس اللي هن بحاجة لها، في عنا الغذاء بالعرق، الغذاء المركز اللي هو مش مي وسكر، يعني الغذاء خصوصي، كل الفيتامينات اللي عايزها، فيتامينات وبروتينات ونشو كل شيء. والأدوية طبعاً، أدوية مختلفة حسب الحالة. دكتور، أدي المركز اللي موجود فيه، التجهيزات اللي موجود فيها، والطائم الطبي اللي عم بيرافق هالطفل بيساعده بيأثروا على هالموضوع؟ طبعاً هذا شيء كتير مهم، لأنه هذا الطفل منه بحاجة لشخص، لطبيب، بحاجة لسيستم، بحاجة لجسم طبي يساعده. هالجسم الطبي مش مكون بس من طبيب، في طبيب، في ممرضة، في معالج إنعاش، في معالج فيزيائي، في مساعد ممرضة، في يعني غير التجهيزات، وفي خبرة. خبرة يعني كان معنا السيد حسين يزبك اليوم، وقال بكل وضوح أنه لما نقل بنته من مستشفى إلى مستشفى آخر، من تجهيزات إلى تجهيزات أخرى، بدل ما تكبر رجعت تنقص وزنها، رجعت تتراجع شوي لورا. وهون يمكن الإثبات أنه التجهيزات بمستشفى معين أو الأشخاص اللي عم بيهتموا بهالمكان هن ممكن يساعدوا بشكل كتير سريع. طبعا هي اللي بده يهتم بالولاد اللي عندهم اللي خلقانين قبل وقتهم، بده يكون عنده مينيموم تجهيزات للاهتمام. وهل من شان هيك العلاج هالقد باهظ؟ لان هيك طبعا العلاج كتير باهظ، لانه مش عم نحكي عن علاج بالعرق دواء ونمشي، يعني عم نحكي عن علاجات متعدده وايام متعدده، ومراقبه دائمه. دكتور، مراقبه دائمه، يعني عم بيكونوا موجودين ساعة. كل الوقت اشخاص مع كل ولد؟ كل الوقت 24 ساعة. قد ايه ممكن يضل الولد بالعناية الفايقة أو بالكوفوز حتى؟ حسب امتى خلقان. إذا الولد خلقان ب 28 أسبوع مثلا، بيضلوا لحد ما كان امتى كان لازم يخلق. من يعني أول بيعدوا 3 أشهر 4 أشهر 10 أسابيع ممكن 10 أسابيع 12 أسبوع اللي هو. طبعا حسب المشاكل اللي بيواجهها. كل ما كان عندنا مشاكل أكثر، كل ما طول الولد أكثر بالعناية الفايقة. ومن بعد الكوفوز
من بعد ما يظهر من المستشفى. عادة بنحب نظهر الأولاد وقت اللي بيكونوا مستقرين، حالتهم مستقرة، عم يقدروا يتنفسوا لحالهم، عم يقدروا يأكلوا لحالهم من دون مساعدة، من دون ما ينسوا يتنفسوا، لأن أوقات بيتنفسوا من دون ما يتخربطوا دقات قلبهم. بنفضل يكون وزنهم 2 كيلو طبعا حسب شو الحالة. أوقات في منهم بحاجة لعلاجات فيزيائية لحتى ما يصير في عندهم تشنجات. بدك تعتبر الولادة المبكرة مرض مزمن، إذا بدك ما رح سميه مرض بس حالة مزمنة. يعني بتلاحقه للطفل كل حياته. لأن هيك اللي يعني ممكن يكون في يعني مثل رواسب إذا فينا نقول، أو حالة مستمرة. وهل هي تحديدا مثلا لنعطي مثل الرواية، هل الرواية ممكن يضلوا متضررين كل حياته أو يعملوا مشاكل بالرواية بالتنفس؟ ما رح نسميهم متضررين، ما حنسميهم نميوا بطريقة مختلفة. النمو بطريقة مختلفة يعني. ولكن هالشغلة كنت عم تقولي لي تحت الهواء دكتور انه مش رح نخوف الناس، لانه في اشياء بسيطة كتير وممكن يتعايشوا مع كل حياتهم ويبرعوا. رح نحكي عن الاشخاص اللي برعوا كمان باخر المقابلة، انما شو العلاجات او شو يعني كيف طريقة الاهتمام اللي مفروض ترافقهم من بعد ما يصيروا بالبيت؟ هل يمكن يعوزوا ممرضة ايضا بالبيت او معالج فيزيائي مثل ما قلتي او شو؟ قليل الاولاد اللي بيعوزوا ممرضة بالبيت، بس معظم الاولاد رح بيعوزوا شيء ممكن يعوزوا بعدين بس تيكبروا مساعده بالنطق بالنمو. يمكن ما يقعد هو عمره 7-8 أشهر، يمكن يقعد هو عمره 9 أشهر أو 10 أشهر، ما يمشي هو عمره سنه بس يمشي هو عمره سنه ونص. اوقات بيعوز علاج فيزيائي لحتى نسرع النمو او نساعده شوي، نعطيه شوي دفشه. لنعطي امل للاهل. خبرتيني انه في كثير من مشاهير العالم وفي كثير ناس يعني رح يتفاجئوا فيهم مشاهدين خلقوا قبل بوقتهم كان عندهم مشاكل تابعت معهم حياتهم. مثل مين؟ مثل البرت اينشتاين. انت بتعرفي قلتي لي طلعت بتعرفي كان عنده ديسلكسيا، كان عنده مشاكل حكي مؤخر وبعدين ما كان يحكي مزبوط. وبونابارت ونيوتن مين كمان؟ تشرشل. يعني كل الأشخاص عالميين اللي كانوا قادة وكل الأشخاص اللي برعوا بمجال الذكاء فلاسفة مثل جوتة مثلا. فللأهل ما تخافوا أبدا، يمكن يطلع أينشتاين جديد. شكرا لك دكتور شرف الدين، أهلا وسهلا فيك. منذكر المشاهدين يتصلوا على كل الأرقام اللي عم تمروا على الشاشة لمساعدة الأطفال الخدج الخلقانين قبل بوقتهم. رح ناخذ وقفة سريعة ومتابعة من بعد MTV Alive.